متى موعد عيد الحب هذا العام 2023، وكم باقي على الفلنتين داي فالنتاينز داي عيد الحب الذي يعرف أيضا بيوم القديس فالنتاين؟ هو مناسبة خاصة يحتفل بها الناس حول العالم كتعبير عن الحب والمودة. يصادف هذا اليوم 14 من فبراير من كل عام، ويعد فرصة للأحباء لتبادل الهدايا والكلمات الرومانسية ولإظهار العاطفة والاهتمام بطرق مختلفة. متى موعد عيد الحب 2024؟ يبحث الكثير عن متى موعد عيد الحب. يحتفل بعيد الحب في 14 من فبراير من كل عام، وبالنسبة لعام 2024 سيصادف هذا اليوم يوم الأربعاء. يعتبر هذا اليوم مناسبة خاصة يتبادل فيها الناس الهدايا وعبارات الحب والتقدير، محتفلين بالعلاقات الرومانسية بين كل حبيبين وزوجين والأم وأولادها وحتى الصداقات العزيزة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.